إن الفرق بين الإخوان وغيرهم هو أن قومهم من باقي أعضاء المجتمع، عندهم إيمان مخدر نائم في النفوس، في حين أن إيمان الإخوان ملتهب مشتعل قوي. حسن البنا بيقول إن الإيمان في عموم الأمة مخدر نائم، أما الإيمان عند جماعة أفراد جماعة الإخوان فهو مشتعل قوي، وده هو تزكية للنفس واستعلاء، وهذا هو فكر حسن البنا الذي زكاه وورثه لكل جماعته وتلاميذه، فكر الاستعلاء، فكر التميز عن الناس، فكر أن من هو داخل الجماعة داخل الشرناقة البيضاء وداخل المحيط المؤمن، أما من هو خارج هذه الدائرة فهو عنده نقص في إيمانه، ضعف، خمول. تجلت مظاهر الاستعلاء هذا في كثير من مواقف الجماعة، رغم أن مصر تعتبر الدولة المنشأ للتنظيم، فإن ما يشغل بال أعضاء الإخوان وفق اعتقادهم كان أهم مما يشغل عامة الناس. المرشد لحزب الإخوان المسلمين في هذا الوقت، أيام ما كنا بنحارب في القنال، سئل إيه موقفكم بالحرب في القنال؟ قال إحنا والله دعوة واسعة، أنتوا هنا في مصر قد تكون مصلحتكم أنكم تحاربوا في القنال، وإحنا نرى أن المصلحة أن نحارب في بلد آخر. دي دعوة الإخوان المسلمين. I think we have to understand that the Muslim Brotherhood also is a radical. أعتقد أنه من الأساسي الفهم أن الإخوان المسلمين حركة راديكالية كذلك، قد لا تكون لها النظرة المتطرفة نفسها التي شاهدناها عند القاعدة أو داعش، لكنهم يعتقدون أنه لا يجب أن توجد دول بمعزل عن الأخرى، ويؤمنون بوجود أمة أو مجتمع إسلامي بالمعنى الأوسع، بالتالي ما من مكان للدولة القومية في هذه النظرية. حسن البنا أنشأ جامعته سنة 1928 رداً على انهيار الخلافة الإسلامية سنة 1924، فكان كاملاً في نفسه، وهدف أساسي عنده هو الوصول للحكم.